السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم بيت عبد وشيمة. وحشتونا طبعا من الأسبوع اللي فات، وكالعادة في بداية حلقتي لازم أرحب بالأستاذ عبدو. أيوة، اللي بيشاور على نفسه ده، لازم أرحب بالأستاذ عبدو اللي دايما منورنا في بيت عبدو وشيمة. ازيك يا عبدو؟ ازيك يا شيمة، كلمتيني على اساس أيوة؟ اني انا معاكي يعني ضيف كده. لا لا لا، انا بقول لا لا انا بقول وكالعاده لازم ارحب عبدو قبل أيوة؟ شيمة. لا ما تنساش ان كان البرنامج بيت شيمة خالص، ما كانش فيه عبدو من الاساس. لا لا، اساسا عبدو يعني عبدو، بس انا يعني رأفتا مني فقلت لازم عبدو. طب بلاش نتكلم كلام كتير، قلت لازم عبدو يبقى قبل شيمة، بس يلا معلش بقى. ماشي. طيب احنا النهارده نرحب بقى بضيوفنا يا عبدو اللي منورنا في البرنامج. بصراحه يعني ضيوف مشرفينا وهينورونا النهارده، كل واحد بتخصصه. معانا استاذ ابراهيم والي. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، ده مبارك صاحب مؤسسه العالميه للاساس. يعني احنا معانا ايه، كل حد عايز يجهز، عايز عفش، عايز اوض نوم، خلاص احنا هنا معانا ايه كل حاجه. ايوه نورتنا استاذ ابراهيم. احنا معانا بقى يا عبدو، ثواني بقى خليني، احنا كان معانا استاذ ابراهيم فوزي، هنروح بقى للشيف الشيف وحيد والي. اهلا وسهلا، نورتنا يا شيف. تنورك. مبسوطه جدا ان انت معايا النهارده. على المستوى الشخصي انا مبسوطه جدا ان انت نورتنا النهارده في البرنامج. الله يكرمك، الله يعزك. ميرسي جدا انت معايا النهارده. طيب قول لنا بقى ان شاء الله هنبتدي وهنعمل ايه؟ ان شاء الله معانا اليوم هنعمل باستا الفريدو، وهنعمل صدور دجاج مع الخضار السوتيه، وهنعمل سلطه دجاج. طيب انا بس عايزه انوه واقول ان اساسا الشيف وحيد اجازه، من انت اجازه حاليا دلوقتي، انت شغال في السعوديه. شغال انا في السعوديه. شغال أيوة. في شركه يعني ولا شغال في شركه الحسام للتغذيه اللي هي فيها دلوقتي 8 سنين. طبعا اجازه يعني شيف اجازه بقى يعني كبساتك حواراتك بجميع فروعها بقى في يعني في المدينه وفي مكه وفي جده. ما شاء الله الحمد لله. طيب ان شاء الله تكون معانا بقى ايه، عايزين كبسه ان شاء الله. ان شاء الله في حلقه ثانيه لينا مع بعض ان شاء الله فيها ان شاء الله باذن الله. نبدا بقى في اول وصفاتنا، ايه مكوناتها، عباره عن ايه؟ هنبتدي وانت شغال كده قول لنا المكونات ايه. هنبتدي بصدور الدجاج. صدور الدجاج دي صدور دجاج الفيليه. واخده المستردة والملح والفلفل والثوم، عصير الليمون والروزماري والزعتر والمستردة. تمام. انت بتتبلها وتسيبها ولا بتشتغل عليها على لا انا بتتبلها وبتركنها اقل حاجه 3 ساعات عشان تشرب من التتبيله بتاعتها تمام. ومعانا الخضار السوتيه. الخضار بتاعنا عباره عن جزر، بروكلي، الزهره اللي هي الارنبيط، ومعانا الكوسه، ومعانا الفاصوليا. تمام. يعني الاكل تقريبا شويه هيلسي. ان شاء الله هو ده هدفنا. حتى الشركه اللي انا فيها برضو في السعوديه هو ده هدفنا دلوقتي. مجموعه مطاعم بنفتحها، مجموعه مطاعم اكله في المملكه العربيه. مستهدفين يلا اعلان مجانا اهو يا جماعه. مستهدفين اللي هو الاكل الهيلثي كله، الاكل الدايت. طبعا مش احسن منه طبعا الاكل الدايت طبعا. وشيما ايه، انا ماشيه بقالي فتره في الدايت وده هدفها الاكل الصحي. ده مش هدفي خالص يا شيخ، بس احنا معاك النهارده. تمام. انت بقى بعد التتبيله تبدا ايه، تاخدها وتشوحها. التتبيله وبنركنها لمده ما تقلش عن 3 ساعات عشان تشرب من التتبيله بتاعتها. تمام. وبعد كده بنشويها، ممكن بنشويها على الفحم او بنشويها على الجريل زي ما احنا شغالين كده. تمام. وبعد كده بتعمل ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخضار بينزل معاها بعد كده. الخضار بنسلق الخضار. تمام. كل نوع برده حسب درجه التسويه بتاعته. تمام. وبعد كده بناخده بلانشيه مع الزيت والاعشاب. مش عاوزين نشتغل بالزبده عشان تكون حاجه هيلث شويه يعني. طيب احنا هنسيب الفراخ نديها صدمه ونسيبها ولا هنقلبها على طول؟ لا احنا بنديها الصدمه بس تاخد اللون. طيب. وبلاش اللي احنا نقلبها او نضغط عليها، لان بتنزل الميه بتاعتها مش هتلاقيها جوسي. طيب يعني احنا هنسيبها في قلب الزيت دلوقتي تستوي معاها، صح كده؟ هنسيبها تستوي مش هنقلبها. ايوه اوكي تمام. طيب شايف عبال ما يحضر لنا اول وصفه وتبدا ايه تجهزها كده، هنرجع لضيفنا اللي موجود معانا استاذ ابراهيم فوزي. اهلا بيك استاذ ابراهيم، صاحب مؤسسه العالميه للاساس. نورتني يا استاذ ابراهيم. واول حاجه بنحب نسالها دايما هنا في برنامجنا اصحاب المشاريع، اصحاب الافكار الجديده، اولا احبك تعرفنا عن نفسك وعن شخصيتك ايه، وليه اخترت مشروع معرض الاساس؟ انا ابراهيم فوزي شرف الدين. تمام. لسانس حقوق جامعة القاهرة. حقوق. تمام. فهي الفكرة جت من سنتين، في ان انا كنت بقعد مثلا مع اصحابي زي كده وبتوع الموبيليا والكلام ده، وببص على حالة المستوى الاقتصادي للبلد والكلام ده، والفئات اللي ما بتقدرش تشتري الحاجة دي، وما بين انا عرفت اسرار ان الحاجة مثلا جاية بسعر معين وبتتباع بضعف مثلا والكلام ده. فطبعا حبيت ان انا اكون حد مساهم مثلا، فاستهدف الطبقة ديت. تمام.
بسعر كويس. فمن هنا جت الفكرة، فطبعا اشتغلت زي كده، فتحت مكان صغير، بعد كده بدأ يكبر تمام. وطبعا كنا بناخد دانا حاليا من مؤسسة السكري، الحاج أحمد السكري وأخواته وكده. يعني آه. انت بدات، انت كنت في مجال ودخلت في مجال تاني يعني لما شفت السوق محتاج كده ودخلت اخترت الاساس، اخترت الاساس، حبيت ان انت ايه لان انت طبعا شباب كتير جدا تقدرش على الكلام ده تمام، وبين اللي بيعزل وبيروح ويجي والحاجات اللي بتحصل في البلد وعايز اتجوز وهات لي بنتي بقى مش عارف كذا وكذا والكلام ده. وفي طبعا انت في منطقه مثلا فيها الايجار المؤقت كتير جدا، فاللي بيجي بنقصه حاجه بياخدها مؤقتا والكلام ده، فصعب ان هو ياخد ايه حاجه غاليه تعيش معاه، هو ما بيعزل من مكان لمكان. طيب. فطبعا انا فتحت المجال ده وطبعا ايه يعني الحمد لله ربنا كرمنا فيه، من اجل برضو الواحد عنده حاجه لله كده حاجه الحمد لله. استاذ ابراهيم طبعاً. ومعرضك بقى معرض من المعارض الكبيره اللي موجوده حاليا. طيب. وهنبدا نتعرف معاك على كل حاجه. ايوه طب اكيد بقى يا استاذ ابراهيم، يعني اي مشروع احنا بنعمله بننجح فيه برضو اكيد بتواجهنا مشاكل، فكلمنا كده عن المشاكل اللي انت تعرضت لها مثلا في معرض الاساس. والله لحضرتك المشاكل اللي بتواجه دايما اي حد بتاع اساس اذواق الناس. اذواق اذواق الناس. يعني دايما في واحد مثلا ذوقه ليكن الانتري ده، واحد ثاني لا ذوقه كذا تمام. فحضرتك طبعا دلوقتي انت مثلا داخل عليك الشخص حابب حاجه معينه مش لاقيها عندك، وانت عندك حاجه معينه، فهو نفسه متزعزع من جوه، مش عايز يوصل لحاجه. ما انت قدامك مثلا واحد اثنين ثلاثه، انت عايز حاجه بعيده خالص تمام. فدي مشكله. ايه المشكله دي بقى؟ ان انت بتحسسك ان انت عندك الحاجه مش كامله، ان انت عايز توسع مجالك فاهماني، اللي هو عايز حاجات مثلا برنج معين وجايز تكون اقل وجايز تكون اعلى فاهماني. دي اهم مشكله بتواجه اي حد. ده اللي يخلينا من كلامك يا استاذ ابراهيم نسال ونعرف بقى المعرض، هل المعرض مقتصر على الاساس بس ولا في اقسام كتير عندك؟ لا حضرتك في طبعا لما جيت اشتغل في مجالي انا حضرتك، معلش لو حد جاي ياخد مثلا مش عايز غرفه اطفال مثلا، عايز السراير بس. طب انا لو شغال في الاساس اللي هو حاجه متكامله، يبقى كده مثلا الشخص ده مش هتلبي رغبات كل الناس يعني. ولو حد تاني مثلا محتاج غرفه اطفال تمام، ومثلا محتاج مرتب اضطر يروح مشوار تاني، فهذاك تلاقي عندنا احنا قسم مراتب كمان موجود تمام. طب قلنا الاقسام ايه بقى؟ الاقسام مثلا قسم الرفايع مثلا اللي بيشمل مفروشات الكافيهات تمام، السناتر اللي هو الاساس المكتبي بالكامل. طبعا في عندنا قسم المراتب جميع انواعها، تاكي ولورا وريد بيد وبلاك هورس ويانسن يعني واخد براندات واخد البراندات بتاعت المراتب موجوده في قسم كامل للمراتب موجود فيه. مزبوط. وقسم الاساس قسم الاساس قسم الاساس المكتبي موجود اللي هو الاساس المكتبي برضه. تمام. في عندنا قسم بتاع غرف النوم الكبيره والانترات والركن والسفر والكلام ده. تمام تمام. في عندنا قسم الفردانيات، ده اي حاجه فردانيه ممكن ايه حضرتك تلاقيها. حلو. احنا سمعنا كمان او شفت من بعض الصور اللي هتتعرض معانا دلوقتي هيجهزوها ويعرضوها، ان في جزء عندكم الموتيل. حضرتك دي طبعا نقطه مهمه جدا. انا في الاول ما كنتش شغال الموتيل، كنت مقتصر على الاساس تمام. فمتطلبات السوق كل مدى ايه بتزيد معاك، فما ينفعش انت تبقى صاحب مؤسسه زي كده او مكان كبير وناس شغاله عندك والكلام ده تنقص حاجه. يعني انت كصاحب حاجه مثلا بتزعل، فاضطر ان انت تعوض النقص ده على اساس ان اللي يجي ما يخرجش من عندك. فانت موجود عندك حتى المطابخ المطابخ بيجي مع مقاساتها والكلام ده. تمام. طيب عايز اتكلم في نقطه مهمه بقى، وهي اختيار حضرتك او يعني اذواقك في الموديلات اللي بتتعرض في الاساس يعني في المعرض نفسه. سواء بقى الموديلات مثلا الانترهات والصالونات اي حاجه معروضه عندك في المعرض. فكلمنا انت بتختار ده ازاي؟ هقول لحضرتك، انا في البدايه كنت بختار على ذوق انا. اتضح ان ذوق انا بيمشي ممكن مع فئه معينه مش مع كل الناس. فبقيت اجيب حاجه تمشي مع جميع الناس كلها. يعني دي من الخبره اتعلم يعني اللي بيخش لا انا عايز حاجه كذا كذا، فبجمع الاراء تمام، بروح اجيب الحاجه اللي تمشي مع جميع الناس تمام. بقيت وما اجيبش منها حاجه واحده، كذا حاجه. يعني لو عجبك التصميم ده بس مش عاجبك اللون، هو نفس التصميم بس لون تاني فاهم حضرتك؟ يعني عملت تنوع بيختلف برضه. والشكل مش بس في الوان، هو طبعا الوان واشكال. يعني كاي حد حابب يشتري حاجه من الحاجات دي طبعا في الاساس يعني بيفرق معاه مثلا حاجه ممكن تشده لون معين، تشده لون تشده ممكن خامة. الديزاين مختلف بطريقه معينه برضه تجذبني انا اشتريها. فطبعا اكيد كل واحده فينا بتبقى ليها كسيدات يعني بالنسبه للسيدات. طبعا كراجل يعني كل يفرق معاه الحاجه دي عايزها تعيش معايا 20000 سنه عشان ما اغيرهاش لمراتي. صح
صح صح في ناس هو ده بتحبها شهرين ثلاثه. اه طبعا احنا عبده معانا صور اهي بتتعرض من داخل معرض العالميه الاستاذ ابراهيم فوزي. تمام معانا فعلا الصور على الهواء، صور بعض الاساتذه ده تقريبا نيش. ايوه ودي صور معانا على الهواء. ده مطبخ. ده مطبخ. ايوه ده نيش تاني بالاضاءه السفره كامل. حلو قوي ده طلع جديد دلوقتي بقى اهدى كتير. بالاضاءه كمان. ايوه ده دولاب فرداني برضو بيمشي معاه سراير فردانيه. انت بقيت بتجيب حاجات اللي عايز يجمع او ياخد دولاب يعني بس عايز ياخد حاجه بس. ده الدولاب بقى اللي احنا بنتكلم فيه اللي بيقول واحد بيقول انا عايز حاجه تقعد معايا العمر كله زي الدولاب الاصفر اللي عدى ده. هو فعلا في حاجه ممكن تقعد معاك كله. وفي حاجه ما بتكملش سنه وكل حاجه بسعرها. طب انت لما حد بيجي يجي عندك في المعرض ويقول لك الحاجه دي يعني الماتيريال بتاعها كويس هيعيش معايا ولا ما يعيش، بتقول له اه ده يعيش ده افضل ده لا دايما ولا انا بكون صريح. تمام تمام. ليه الصراحه؟ عشان مش شغال في فئه معينه، انا شغال في كل الفئات بس انا ما بشتغلش شعب يعني، في من فوق الوسط جوده مثلا 70% من الحاجه الاصليه لحد اخر حاجه. تمام انت شغال ما بتشتغلش في الحاجات اللي هي الشعبيه بالظبط. فانت عندك مستوى معين مستوى هو معين ومنه لفوق، انما الشعب ده بيدمر سمعه التاجر. تمام. طيب طبعا الصور معانا كتيره وحاجات جميله. كرسي سفره برضو. كرسي السفره دي كراسي بقى دي كراسي وكراسي دي بقى هتلاقيها في الرفايع اللي فيه كل حاجه. المفروشات ده بتاع الكافيهات والسناتر والكلام ده والاساس المكتبي. ومعانا المطابخ. المطابخ العالميه للاساس فيها كل شيء، لا يخش هيلاقي كل حاجه، يقدر يجيب كل شيء. بس احنا الريحه بدات ايه تستفزنا شويه. عايزين نبدا نرجع كده نشوف الشيف بتاعنا عامل ايه. ايه الاخبار يا شيف؟ تمام خلاص خلصنا الصدور. ايه ده استوت؟ استوت. ايوه كمان مش وجبه صحيه بس يا جماعه بتخلص بسرعه. وعملنا الفراخ بتاعت ممكن السلطه. ممكن نوريها نطلع الوصفه دي لقدام شويه يا شيف لو قدامنا. اتفضل. علشان يشوفوها الساده المشاهدين كده احنا عملناها بعد ما خدت الايه؟ التتبيله بتاعتها. خدت التتبيله واتركنت شويه وبعد كده بناخدها على الجريل. على الجريل. تمام. معانا ايه تاني يا شيخ؟ معانا هنعمل لها الله يكرمك. بنعمل لها الايه؟ الخضار السوتيه بتاعها. الخضار السوتيه بتاعها. الخضار السوتيه انا سلقته. تمام. اللي هو عباره عن ايه مره ثانيه؟ الخضار السوتيه عباره عن البروكلي والزهره اللي هي القرنبيط والكوسه والجزر والفاصوليا. تمام. طبعا انا مديها زيت زيتون مش بلاش الزبده عشان الحاجات تكون كله احنا هنعمل حاجه هيلسي بقى كله هيلسي عشان ايه شيما عايزه زي ايه حاجات هيلسي. احنا احنا ليها. تسلم تسلم يا شيف وحيد. طيب طب احنا خلاص الخضار لسه بيستوي ولا نعم الخضار ده كده خلاص اهو الخضار الخضار خلص. ده اللي هيتقدم مع الوصفه هو لسه هتسلقه يا شيف ولا خلاص؟ لا انا سلقته خلاص. اوكي تمام. وبياخد بقى ايه الصدمه مع الزيت؟ نعم انت بتاخده زيت ومديله الاعشاب العطريه الروزماري والزعتر. روزماري وزعتر. وزعتر. تمام يا شيخ. طيب عبل ما تخلص الطبق بتاعنا ويبقى خلص معانا نرجع تاني. شوية تقليل. ملح. شوية تقليل. ملح. تمام. فلفل اسود. تمام. بس كده تشويحة بسيطة يعني. تشويحة بسيطة جدا. نحطها على الفراخ اللي احنا عملناها. ولا نحطها في طبق لوحده تاني؟ معانا طبق. الطبق. اوكي تمام. اكل النهارده ما شاء الله كله هيلثي. طيب شفنا على بقى ما على ما تشوف الوصفه الثانيه اللي هتعملها نروح للاستاذ ابراهيم فوزي صاحب معرض العالميه للاساس وما شاء الله يعني مخرجنا الجميل جايب الشيف وهو بيعمل الخضار شكله تحفه. تسلم ايدك يا شيف وحيد. طيب سؤالي لحضرتك استاذ فوزي، انا دلوقتي كسيده او عامه البنات عموما يعني اللي بيختاروا كل حاجه ايوه في الشكل بس بصراحه حقيقي اول حاجه بتجذبني هي الالوان. طبعا تمام. فاحنا عايزين نعرف بقى يعني اكيد اكيد طبعا بتواجه مشكله في موضوع اختيار الالوان، فانت بتحل الموضوع ده ازاي بقى؟ والله حضرتك مثلا لو في حد عنده صبر مثلا ولسه هيفرش شقته تمام ومختار من الحاجه دي ومنها لون معين بقول له لو عايزني اغيرها لك اغيرها لك بس فرق السعر ده بتاعك انت. طبعًا. انت اللي هتدفعه يعني ده متاح عندك. ده متاح عندك. بيجي يختار حاجه لون معين وعايزها لون تاني فتعمل له الطلب. بس لو هو عنده مجال وقت، انما لو حد مثلا ما عندوش مجال وقت لان انا زي ما قلت لحضرتك بجيب الحاجه منها كذا ديزاين وكذا لون تمام. فبقول له خلاص سيب حضرتك من الساده ده او البني او الاسود ده خد الابيض ده خد الاصفر ده خد الجمري ده خد الازرق ده. بيبقى عندك كذا اختيار. ايوه فاكيد اللون اللي هيعوزه ممكن يكون موجود من الالوان اللي عندك. ايوه بالظبط. فانا ما عندي تعدد كتير يعني. تمام. لو انت مش خارج من عندي غير وانت مشتري بس بالظبط. ده يخليني اسال برضه سؤال تاني للاستاذ ابراهيم واحب اعرف
مع الحته دي، طب دي تغيير الالوان، طب هل لو حد جاب ديزاين او حب يعمل حاجه عموله، حب يعمل حاجه خاصه بيه، ده متاح عندك ولا لا؟ مشكله عندي كبيره جدا اللي هي اللي هي مثلا حضرتك انت طالب وليكن مثلا انتريه معين، بس مش عاجبك الترابيزه دي، انا عايز ترابيزه ثانيه ليها شكل المكتبه المربعات وفراغات من جوه تمام وليها ازاز والكلام ده، فدي بقت صعبه ان انا اضطرني ان انا اروح ورشه واعمل الكلام ده. حد تاني مثلا عايز جزام بزين معين، حد تاني عايز نيش عشان خاطر جايب عفش من بره فما لقاش النيش ده هناك، ده اضطرني ان انا افتح ورشه تصنيع. ورشه تصنيع يعني أساس. دلوقتي معرض العالميه ملحق بورشه تصنيع، اللي عايز اي حاجه عموله تقدر تعملها. جميع الانواع برضو ما بشتغلش شعبي في الورشه، لو حد طلب حاجات شعبيه ما بشتغلش تشتغلهاش، الحاجات بس جدود وكنتر ارو والكلام ده كله. ده معي النجار محمد شعبان برضو، يعني من احدى النجارين المميزين في المنطقه عندنا، يعني شخص كويس جدا وعنده افكار وبيبتكر حاجات حلوه. ياخد وقت قد ايه لو مثلا حد جاء طلب صالون عايز اعمله عموله؟ لا انا عندي بقى في النقطه دي زي ما انا بضغط على بضغط في حاجه انا وانجزها للزبون في اسرع وقت، نفس القصه مع النجار تمام. حتى لو اضطرني ان انا اجيب له مساعدين ونجارين تانيين بيخلصوا الحاجه في اسرع وقت. يعني لو حضرتك حابب تستلم اوضه نوم اللي بتروح عند اي نجار بيستلم لك في شهر وشهرين و40 يوم، انا عندي بتخلص في 6 ايام او 7 ايام بدهنها. 6 ايام وتكون خلصان او 3 ايام احيانا. طب اظن يا عبده مفيش مشكله بقى، يعني مفيش مشكله خالص، هيجي معاك عليك بخساره فاحنا ايه؟ ما انا مش لاقي اي حاجه، عايز استاذ ابراهيم يقول لي اي حاجه، لابن غير كل حاجه حضرتك، هو حلل لي كل شيء. طيب احنا بقى عايزين نعرف بقى ايه الحاجات الجديده اللي حضرتك هتضيفها في معرض العالمي للاساس؟ اول حاجه من الحاجات الجديده زي ما قلت لحضرتك، لازم كل شغل ليه كماله الشغل بتاعه، على زي ما انت قلت لحضرتك اللي يخش ما يطلعش بالظبط. جزء جديد اللي احنا نضيفه اللي هو نفتح مجال اجهزه كهربائيه، لو ثلاجات وغسالات وشاشات وميكروفات وسخانات. لا ده انت فعلا بقى عايز بوصلة. لا حقيقي بقى العروسه تدخل جوه تجيب بقى اجهزه كهربائيه، تجيب الفرش بيتها وشقتها يعني وكل حاجه تشرب هناك. لازم دي بتواجهها لنا شخصيا، بتقول طب ما عندكش اجهزه. فاهماني؟ يعني مثلا واحد معزل جديد، انا عايز مثلا شفاط، عايز سخان، عايز مش عارف ايه حاجات كده، شاشه مؤقته 32 مثلا بوصه مركبه وليكن وسط مثلا، مش عايز ادفع فيها مبلغ. ده طبعا راجع لشغل حضرتك، الناس عندها ثقه في استاذ ابراهيم فوزي وفي شغلك طبعا بالزبط. فاكيد ده راجع لده يعني. تمام. اكيد برضه اسعارك بتميزك يا استاذ ابراهيم. طبعا حضرتك معلش يعني وليكن انا الحاجه في السوق مثلا ب 2 جنيه تمام، وهي مثلا جايه ب 1 جنيه، انا بحط عليها جنيه وربع تمام. وما عنديش مجال للفصال احيانا، ماشي بمبدا اكسب قليل ابيع اكتر. بالظبط هو ده اللي ماشي عليه. هو استاذ ابراهيم حاطط مكسب قليل بحيث ان هو تجار اربح يعني المثل ده من زمان قوي قوي يعني، ومثبت السعر ما فيش فصال. لا والحاجه لو نزلت معلش 30 جنيه وفي حاجه بسيطه بنزلها 50، لان صعب الزبون يقتنع ان الحاجه نزلت 30. ده اللي يخليني اسالك بقى السؤال الاخير واللي نحب نعرفه والناس تعرفه، اغلب معارض الاساس دلوقتي بتقسط، هل معرض العالميه عامل نظام التقسيط ولا؟ والله حضرتك انا في البدايه ما كانش عندي تقسيط خالص، بس انا كان عندي حجز. اللي هو ازاي يعني؟ انا عايز الانتري ده، طيب الانتري ده مثلا نقول لكم ايه ب 1000 جنيه حلو، حضرتك هتسيب مثلا 500 250 250 دول مثلا على شهر على شهرين على ثلاثه، اقصى حاجه كانت عندي 3 اشهر، مع اخر دفعه بتسلمها بتستلم الحاجه بتاعتك. انما حاليا مع ضغط القسط والكلام ده ولجوء الزبائن لمعارض ثانيه، فانا جبت عندي حد كده تمام بقى هو ايه انا اجيبه. حضرتك عايز تقسط بجيبه اقعده معانا مثلا، حضرتك ده هيقسط لك تمام. طب بكام يا استاذ ابراهيم؟ انا بخفض له في السعر عشان القسط ما يزيدش عليه. يعني كمان بتعمل تخفيض؟ انا بنخفض للقسط تخفيض عشان يعني معلش وليكن ال 1000 جنيه اللي بتعمل الانتري ده مثلا هياخدها قسط مثلا على 6 اشهر 1200، لا انا اديها له مثلا ب 850 عشان قسط يكون 1050، كانها بتعمل كاش فرق 50 جنيه. يعني انت كمان بتساعد بكرم اللي بيجي في الوسط. على الاخر لا انت بتستر ربنا كده في شرقه وفي الناس دي حاجه طبعا حلوه جدا. الحمد لله يعني حضرتك شيما عايز ادي لك استاذ ابراهيم انا عارف. نورنا يا باشا ان شاء الله جايه لك بكره. تمام استاذ ابراهيم، اخر حاجه انا حابب نعرفها منك، التسويق عملت ايه في التسويق التوصيل الحالي؟ حضرتك انا عندي مشغلين، عندي ناس مسوقين واحد صاحبي اسمه احمد يعني وهشام وكذا ومحمود وكذا حد، ده تسويق. وفي عندي ناس تانية شغالين في المعرض، ده اللي بيتسوق بيطلب الحاجه اونلاين تمام، ببعته مع السواق والحاجه تمام، لو حاجه فيها نجاره ببعت مع الايه مساعد ده نجار والحاجه بيستلمها جوه باب في عن طريق الاونلاين يعني.
البيج بتاعت حضرتك اسمها العالمية للأساس الانترناشونال فورنيتشر، اسمها كده على الفيسبوك للأساس. عشان اللي حابب يتواصل مع حضرتك عن طريق الاونلاين ان شاء الله يلاقي البيج. الحاجة بسلمها داخل باب البيت لحد باب الشقة من جوه الفرش بالظبط، يعني حد بيطلعها لحد فوق بيطلع حد يطلع الحاجة. ولو مش انا بجيب عربية تطلع لي حاجة وادفع لها كمان مش عارف مبلغ قد ايه. لا حضرتك النقل احنا بنخفضه، يعني النقل وليكن مثلا من هنا من عن ميعاد الاكتوبر مثلا 250، هقول للزبون مثلا 100 150، بشيل مثلا نص النقل. والله يا عبد الله اظن كده خلاص مفيش انت بتحاول تجيب الاستاذ ابراهيم من مكانه واجيلك في حته ثانيه فخلاص كده بقى، يعني هوصل لك وهجيب لك واحط لك واعمل لك خصم واحيانا بنسبه 90% بطلع الحاجه انا على حسابي انا، يعني التطبيع ده في حد ذاته ناس بتتاول عليها، لا ده انا هطلع لك بقد كده، لا مش كده انا طبعت لك شخصين غير النجار، لو حاجه فيها نجاره هيطلعوا الحاجه والنجار يركب، دول مساعدين معاه، ودول مساعدين دول اللي عايز ترضيهم ترضيه ما ترضيهمش مش مشكله. طيب مكان معرض العالميه الاساس بتاع حضرتك حضرتك فيه؟ احنا طبعا ورا المحكمه الدستوريه شارع المعهد الديني بيجي ورا ابو عمر اللبان تمام احنا هناك شارع موزلي الكورنيش على طول. استاذ ابراهيم فوزي صاحب معرض العالميه الاساس نورتنا وشرفتنا النهارده في تعبد الشيما. ولو حابب تقول كلمه شكر او توجه اي حاجه. لا احب اشكر حضرتكم على المواطنه الجميله دي والاستضافه الحلوه دي تمام. ان شاء الله ان انت لبيت دعوتنا كنت معنا النهارده. الله يخليك استاذ شيماء. وبالنسبه للسؤال الاخير انا هطرحه حضرتك برضو كان ناقصني في نقطه الالوان دي تمام، فانا اعتبر متعاقد مع ستورجي برضو من اجل ان انا اخلص الشغل بتاعي. يعني دلوقتي معانا العالميه للاساس فيها جميع الاقسام، فيها هي كل شيء حتى المطبخ والالموتيل موجود موجود في ورشه للتصنيع اللي حابب يصنع موديل حابب يصنع حاجه، وموجود الاستورجي علشان الالوان او حابب حد عايز يغير لون او يعمل لون تاني والورشه ده كل حاجه برضو بالنسبه للالوان المختلفه والديزاينات في المطابخ. ان واحد لو حابب مثلا هنا ضرفتين انا عايز دول يتلغوا يبقوا 4 ادراج فاهمني، برضو التصميمات تحت والالوان تغيير اي حاجه يعني تغيير التصميمات تصميمات جديده تنفيذ احنا عندنا كل شيء بالظبط. هتيجي هتدخل هتكون معانا في معرض العالميه تقدروا تروحوا ان شاء الله حضراتكم ان شاء الله في الافتتاح الجديد في شهر 6 اللي جاي باذن الله افتتاح المعرض الجديد بالظبط ان شاء الله يكون في مفاجاه واحنا هنروح هناك وهنغطي ان شاء الله الافتتاح باذن الله. ان شاء الله باذن الله تكون معاك، كنا سعداء جدا ان انت معانا استاذ ابراهيم، ان شاء الله تكون معانا في الافتتاح في المعرض الجديد الكبير باذن الله. ربنا يوفقك دايما ان شاء الله حبيبي. احنا لسه مكملين وهنكمل مع وصفات الشيف، بس هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني استنونا. Thank you.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وشفنا تقرير عن فاشون وعن ديزاينات كتيرة. شيما النهاردة مبسوطة جدا، بدأنا جداً بالأساس جداً وهنختم بالفاشون. فرح حبيبي معنا. طيب شيما معنا مين النهاردة؟ أنا النهاردة بقى معايا صاحبتي كده وصديقتي، جاية النهاردة تنورنا في بيتي، في بيتنا يعني، في بيتنا. حبيبتي الجميلة الفاشن ديزاينر هدى الدالي، نورتيني النهاردة، مبسوطة ان انت معايا. انا المبسوطة والله اني معاك حبيبتي، ربنا يخليكي. شايفة البيت كده ليه بهجة وانت والله معايا كده، وفاشن ديزاينر. من شوية كنت هشتري حاجات ودلوقتي هشتري لبس. فانا ايه، فانا بقى ايه يعني أيوة؟ استغل هذه الفرصة. وقبل ما نبدا ارجع لشيب بصراحه. ماشي يلا ناكل قبل ما نشتري. تمام. احنا هنعمل السلطه. هنعمل السلطه. ايه السلطه بتاعتنا؟ السلطه عباره عن خس الكابوتشا. خس الكابوتشا عباره برده عن مستردة. المستردة كويسه في الحرق. ماشي. مستردة والليمون. مستردة والليمون كويسه قوي. احنا معانا شيف وحيد يعني، حد من الشيفات يعني ماهر جدا، ماهر جدا في شغله. حد والفلفل برضو خفيف جدا، شويه فلفل. لا ازود فلفل، زود كتير عشان ما اكلش منها. لا خلي بالك، عايزه اكل منها. زيت الزيتون. وزيت الزيتون انا ما بحبش زيت الزيتون، بس لا لا حلو ده جميل جدا زيت الزيتون. تمام يا شيف. ده كده ايه السلطه بتبقى جنب الايه الطبق بتاعنا برضو. عشان تكون وجبه متكامله، متكاملة. معانا البروتين ومعانا الخضار ومعانا النشويات ومعانا السلطه. تمام. طيب احنا معانا وصفه ثانيه او حاجه ثانيه معانا؟ الفريدو. باستا الفريدو. باستا الفريدو بالمشروم وبالدجاج. بالمشروم والدجاج. طيب احنا كده خلاص خلصنا السلطه، الشيف بس بيقلب فيها بقى على ما يجي يبتدي في الوصفه الثالثه. هروح بقى واخد حضراتكم معايا مع ضيفتي اللي منورين النهارده في بيتنا الجميله الفاشن ديزاينر هبه. شوف بقول هبه هدى الدالي. مختوم منك يومين يا شيف. حبيبتي نورتيني النهارده. تسلمي لي يا رب. طيب احنا بقى عايزين اعرف، عايز اعرف الفانز بتوع البرنامج وتعرفي كل الناس متابعينك، مشوار استاذه هدى الدالي كفاشن ديزاينر، احكي لنا بقى واشرح لنا البدايه بقى لحد ما وصلتي وبقيتي فاشن ديزاينر. بصي اختصارا عشان الموضوع ده طويل جدا. جدا زياده عن اللزوم. هو دي هوايتي في الاساس، بدات معايا بفساتين للعرايس بتاعتي. وكانت ليا جاره طبعا بحبها وبعترف بجمالها عليا لحد دلوقتي. هي كانت جاره ماما وانا كنت طفله. كانت هي بتعمل لنا الفساتين بتاعتنا عشان المناسبات والاعياد وكذا. وانا كنت بحب اقعد جنبها. وعادي هقول اسمها ماما صباح. دي فضلها عليا، مش هنساه ابدا طبعا. كنت بقعد جنبها واتفرج، فحبيت الموضوع. بعد شويه اتطور شويه شويه، بعدين بدات احاول يعني ادخل اماكن زي الاتيليهات والاماكن اللي بتعمل ملابس عشان اتعلم. ووصلت معايا ان انا ممكن كنت ادفع فلوس عشان اتعلم، يعني ادخل اشتغل عندهم وادفع فلوس عشان اتعلم. دي مشكله عادي جدا. فكنت فرحانه جدا بده. ماما طبعا ربنا يرحمها ويغفر لها، هي اول واخر حد له فضل عليا في الدنيا كلها طبعا. هي كانت بتساعدني. يعني ممكن كانت تدعمني ماديا عشان اقدر ادفع فلوس، يعني انا كنت باخد الاجر اللي باخده واحط عليه فلوس من ماما باخدها عشان يعلموني. يحبوني ويعلموني، فاجيب لهم هدايا واعمل حاجات كده. فده شويه. بعد كده عملت دراسه دبلومه 3 سنين، اتخرجت منها والحمد لله بتفوق، كنت الاولى على الدفعه بتاعتي ما شاء الله. والحمد لله رب العالمين. هي دي كانت طبعا الدراسه، بس الخبره كانت بتفرق كتير. فبعد كده الدراسه حبيت اطبقها يعني في مجال العمل، وانا كان عندي خبره سابقه من قبل الدراسه. بعد كده الحمد لله ربنا اكرمني بقى بالخبرات وال ما شاء الله والحياه مشيت كده شويه. احلى فاشن ديزاينر في الدنيا، وناس كتير بتكلمك وبراندات معروفه بتكلمك عشان تنفذي لها. هنتكلم في الجزء ده، بس عايزين بقى نعرف من استاذه هدى ونكون معاها ونكمل. ان دلوقتي استاذه هدى بقت ناجحه في الفاشن، ناجحه في الديزاين، بتعمل شغل دلوقتي البراندات، بتعمل كذا حاجه. طيب ده خد من بيتك ولا ما كانش في مشكله؟ قدرت توفقي ما بين البيت والشغل؟ ما هو ده برضو ماما. ربنا يرحمها ويغفر لها. كان لها دور اساسي وكبير في الموضوع ده. هي ماما كانت كل حاجه بصراحه. وهي كانت هي اللي بتتصرف في كل الحاجات دي، اللي هي مثلا كانت تقول لي
انت خروجي وتعاملي واشتغلي وحققي طموحك ونجاحك، مالكيش دخل باي حاجه. يعني انا عندي اولاد ثلاثه ما شاء الله، اثنين شبان وبنت في وسطهم ما شاء الله. هي ماما اللي مربياهم، انا يعني كانت علاقتي بيهم من بعيد شويه، بس ماما الله يرحمها هي كانت بتهتم بكل الحاجات دي وكل التفاصيل دي. انا ما كنتش يعني، انا كبرت بس بقالي سنه وحسيت بمسؤوليه تجاه ولادي وبيتي وطبعا عليهم بابا ربنا يخليهولي يا رب. بس بقالي سنه لما ماما سابتني حسيتي بالمسؤوليه بس يعني انا ما شلتهاش غير بقالي سنه. خلينا نقول ان دور بس تقيله بصراحه. طبعا خلينا نقول ان دور والدتك الله يرحمها كان شايل عنك حمل كبير جدا. طبعا احنا حاسين ان هي كل حاجه كل حاجه. انا حتى ماما كنت اخد رايها في الالوان، هي كان ذوقها حلو جدا بصراحه. ماما دعمتني كتير قوي فنيا ومعنويا، وطبعا بدعوتها ومسؤوليتها تجاه ولادي، وما كانتش بتخليني احس ان انا عندي مشكله خالص في الوقت، لانه انا الشغل بتاعي بياخد وقت كتير قوي 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 مني. فماما ما كانتش بتخليني احس بالوقت ده خالص بصراحه. وكان عندها ذوق، كانت تختار معايا موديلات وايه اللي يناسبها خامات. بصراحه ماما فعلا هي كانت كل حاجه. ربنا يرحمها حبيبتي، الله يرحمها ويخليك يا رب. طيب دايما بالخير امين يا رب. طب احنا عايزين نعرف بقى ازاي انت بتختاري موديلاتك، يعني بتتبعي الموضه من غير ده ما ياثر على مظهرك؟ ازاي تختاري موديل؟ شوفي انا بالنسبه لي عندي عقيده دايما طول حياتي من وانا حتى طفله، انه مش كل الموضه بتناسبني. تمام. فبالتالي انا باخد من الموضه الحاجه اللي تناسبني، سواء كان لون، سواء كان موديل، تصميم، ايا كان نوع الحاجه اللي انا بختارها لازم تكون مناسبه ليا. يعني مثلا في ناس في الوان بتغمق لون بشرتهم، مهم قوي انه هو عموما ده كمان كان له علاقه بالدراسه بتاعتي. الدراسه بتاعتي كان ليها علاقه بازاي تدرسي تفاصيل جسم المراه عموما، وتدرسي كمان لون البشره ده ممكن يتناسب مع ايه الوان. احنا وانت بتتكلم ده بتشرح لنا معانا صور من بعض اعمال الفاشن ديزاينر هدى الدالي. تمام. حاجات ديزاينات حلوه قوي وجميله. تمام يا حبيبتي كملي. تمام. بصي انا كل موديل من دول بعتبره ابني، فببقى فرحانه بيه جدا، يعني كانك بتعرضي صوره ابني دلوقتي. انا ببقى مع الموديل من الاول للاخر، يعني من اول ما كان فكره وبعدين الفكره بدات تترجم لخامه وتصميم ويطلع لحد ما يبقى قطعه كامله زي ما حضرتك شايفه كده. وبعتز بكل موديلاتي جدا. دي موديلات جميله جدا، وده يخلينا نسال ونعرف برضو من استاذه هدى دلوقتي، اصحاب البراندات او حد مثلا عنده ديزاين وعايز يصممه فبيبعت لك شكل الديزاين وبيقول لك عايزين نصمم الديزاين ده، هل بتكون ليك اقتراحات في تعديلات في الديزاين، ولا بتاخدي الديزاين زي ما هو بتصممي؟ لا، في حاجات بيبقى الناس مختاراها صح قوي ومختار لها الخامه اللي تناسبها، وفي حاجات لا تتناسب. وفي كمان البراند ده بيخاطب فئه عمريه فين. انا معلش استاذه هدى بس هنطلع فاصل. هنطلع فاصل سريع كده ونرجع لكم تاني نكمل معاكم في بيت عبد وشيمه، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والشيف وحيد عامل شغل عالي معانا في المطبخ النهارده. عايزين نرجع له ونشوف اخر حاجه هيعملها معانا النهارده. اخر وصفه معانا ايه يا شيف؟ معانا الباستا الالفريدو. الباستا الالفريدو دي ايه؟ ايطالي؟ ايطالي. ايطالي. برافو يا ما شاء الله. انا عايز الباستا. انا عايز اكل شايف الباستا. حطينا الزيت برضو زي ما قلت لحضرتك، مش عاوزين نشتغل بالزبده عشان تكون حاجه هيلثي وكده. هيلثي كويس. حط المشروم. مشروم. انا بقى بحب المشروم جدا، يعني فكرت لا لو سمحت تحطوه. ما انا جايبه عشان خاطرك. طيب كل لك ذوق والله يا شيف وحيد. تمام، هنبدا بالمشروم مع زيت زيتون. ايوه هيتشوحوا مع بعض. هيتشوح شويه. تمام. بعد كده مكوناتنا الثانيه بتكون هيتشوح. بنديله الثوم. ثوم. الاعشاب العطريه. اعشاب. وملح وفلفل والكريمه. ملح وفلفل وكريمه. أيوة. والكريمه والدجاج والجبنه ده بتكون اخر حاجه. تمام. والمكرونه بنبقى مسلوقه. المكرونه مسلوقه. المكرونه بتاخد 9 دقائق في ميه سخنه. 9 دقائق في ميه سخنه على طول. تمام. بعد كده دي بقى احنا بنكون الايه ده الصوص بتاعها اللي ده الصوص بتاع اللي احنا بنعمله. احنا المكرونه سلقناها. نعم. وفي قطع فراخ مع قطع فراخ. ايوه قطع فراخ برده متبله. ملح وفلفل وعصير الليمون.
ملح وفلفل وبتتشوي على الجريل. وعلى الجريل. تمام يا شيف. طيب احنا تمام. طيب نكون كده التكوين بتاعنا بتاع الصوص قبل ما تعمله. وقبل ما تنزل الصوص هرجع لك عشان ايه، انا بحب اللقطه دي قوي. لا ايه الصوص هو بيتحط كده ايه. هجي لك تاني يا شيف. ماشي يا عبدو. رجع يا عبدو. عاجبك كده نندى صاحبتي بتقول لي في الفاصل. على فكره عبدو هو اللي مسيطر في الحلقه. طبعا لا طبعا لا طبعا ده بس مخششين كده ايه يا الله كده هو ده عشان بس المطبخ هو هيجي عشان هو لما هياخد وضعه تعرفي انت تردي بعدين. الشيف وقال له انت عملت ايه؟ قعد يبص على الاكل يا ابني. اه يا ابني خلي الحاجه الشيف يقدم حاجه في الاخر. لازم استغل الفواصل. محدش يحط ايده في حاجه غير لما انا اقرر الاول. صح كده. طيب حبيبتي هدى عايزين نعرف منك اختيار القماش اللي انت بتختاريه عشان تعملي الموديل وكده. هل انت مثلا العميل هو اللي بيجيبه وانت بتصممي ده، ولا انت اللي تجيبي الاثنين؟ يعني انت مثلا تقولي لي اختار كذا وانا هجيب لك القماش وهعمل لك الديزاين وهنفذه. او معنى صح خلينا نقول حاجه ثانيه. اتفضل. هل متاح عندك ان العميل يطلب منك اوردر يجيب لك القماش وانت تنفذيه؟ طبعا متاح. هو في احيانا بيكون العميل جايب الخامه بتاعته وبيقول لي اعملي لي تصميمات تتناسب مع الخامه. تمام. واحيانا بيبقى جايب تصميم وبيقول لي ايه الخامات اللي تتناسب معاه. واحيانا انا بقترح كل حاجه. يعني انا بقترح يعني مثلا الموديلات اللي عرضتيها في الفيديو او في كان في الفاصل كان عرضنا موديلات برضو. تمام. كل ده اختياري من حيث الخامه والموديل. والتنفيذ. يعني دايما في البراندات طبعا هما بيعملوا عدد قطع كبير. القطعه الاولى دايما بيكون انا اللي عاملاها وهي اللي بتتصور. انا عارفه ان في اصحاب محلات او اصحاب معنى صح براندات معروفه بيطلبوا شغل ديزاين زي اللي شفناه. زي اللي شفناه فعندي حقيقه فعلا. ده اللي يخليني اسال بقى استاذه هدى سؤال مهم جدا، لان انا شفنا الديزاينات كلها كاجوال. هل احنا بس استاذه هدى شغاله كاجوال ولا في جزء سواري؟ ولا السواري مش موجود معانا؟ لا موجود طبعا. موجود السواري. وانا بدايه تصميمات وشغل السواريهات والزفاف كان فستان لاختي الصغيره. هي اصغر مني بتسع سنين. وكانت بتطلب مني من وهي طفله خالص. انت بتقولي دي البدايه؟ بتبتدي من البدايه؟ لا بدايه السواري. لا بدايه السواري. اول حاجه سواري. يعني انت اول حاجه سواري تبتديها فستان زفاف. فستان زفاف ده فستان زفاف ده يبقى صعب جدا فاهمه اللي هو. بس بجد طلع عليها جميل. هي جسمها كان مساعد. انا بحب برضو اشتغل على التفاصيل ايه اللي هيناسب الجسم ده فنعمله له. فهي جسمها كان مساعدني كويس قوي. وانت حد محترف وشاطر جدا في شغلك فطبيعي يطلع. بس شوفي بقى ان انا مثلا عشانها قفلت استقبال اي عملاء من اي نوع لمده شهرين. طبعا اكيد. لانه هي فتحت لي. هو السواري بياخد شغل او مجهود أكثر. كبير عن الديزاينات الكاجوال؟ طبعاً. طبعاً. طبعا لانه في تفاصيل ادق شويه او ادق كتير بصراحه. فانا قفلت الشغل خالص لحد ما اخلص لها هي التصميم بتاعها الاول. خلصت لها فستانها وكان جدا جميل عليها. بس طبعا هي ما كانتش لوحدها. انا عملت فستانين زفاف تانيين في نفس التوقيت لبنتي وبنت اختي. شكل بعض كان شكلهم يعني هم كانوا بنات الشرف في الفرح. وعملت طبعا لاخواتي بقى البنات. ليلة احنا كلها. كتير بنات. يعني ليلى كلها اكيد استغلتك لما يكون عندهم في العيله فاشن. ورحت الفرح اخر حد. الايه؟ رحت الفرح طبعًا. اخر حد طبعا دي اكيد. والله ده اكيد. بس أكيد. انا حسيت وانا داخله الفرح ان انا يعني نجمه الحفله. لاني لقيت كلهم انتبهوا كلهم ركزوا. دي جت اهي هي اللي عملت كل ده. احساس حلو قوي. جميل قوي. احساس حلو قوي لما تعملي حاجه وتتعبي فيها وتصمميها وتنفذيها وتلاقي كده مجهودك ده ما راحش على الفاضي وتلاقي الشخص اللي قدامك لابسها وحلو قوي عليه وهو فرحان بيه. ده اجمل احساس ممكن اي حد بصراحه يحسن. كان فعلا احساس جميل. ومنا بالنسبه لي كانت مش بس اختي كانت بنتي في تسع سنين فرق. فيعني هي برضو تربيه حضني يعني. فكنت فرحانه بيها بشكل مش قادره احكي لك يعني. دي كانت بدايه السواري والزفاف. بعد كده عملت فستان زفاف ل واحده من اصل امريكي ونزلت مصر هنا اعلنت اسلامها في الازهر وتزوجت من حد مصري بس كان مقيم في امريكا. وانا عملت لها فستان زفافها. كمان ده كان فستان زفافها. كان رائع. كان طيب. سيمبل قوي قوي بس رائع. حلو جدا. حاجه اخيره نحب نعرفها منك
قبل ما نختم دلوقتي التصميمات، عشان توصلي للتصميم او ترسمي تصميم ده بياخد منك وقت، ولا ممكن بتبقى حاجات جاهزه او حاجات انت عارفاها في دماغك بتقدري تصمميها على طول؟ هو في الواقع بقى يعني دي المفاجاه اللي انا عاملاها لكم، انا ما بعرفش ارسم. ايه ده بجد؟ خالص انا ما برسمش، انا بنفذ الفكره اللي انا حساها. وعايزه اكد قوي على فكره حساها دي، المصمم لازم يبقى حاسس بالخطوط اللي هيعملها، فانا بنفذ الفكره دي على الواقع على النموذج او الباترون اللي احنا بنشتغل بيه. انا بعمل الاساس وبعدين ببدا اقطع عليه الفكره اللي انا حساها على الاساس بتاع الباترون على طول، لكن انا مش بعمل سكتش وبعدين ممكن اشتغل على سكتش بتاع مصمم اخر. تمام. يعني يبقى في مصمم عامل سكتش وانا انفذه على الباترون وانفذه كقطعه. طيب استاذه هدى، ده اللي عايزين نعرف بقى منك كده، تحبي تشكري مين او مين اكتر حد ساندك او مين صاحب الفضل اللي انت وصلتي له؟ كلمي بقى وقولي من غير عياط. ما هي ماما برضه. هي ماما، في شخص تاني كمان او مجموعه تانيين. عارفه في اوقات بتمري بيها احيانا بتبقى صعبه جدا عليكي، فلو في حد يدعمك نفسيا ومعنويا بيخليكي في حته تانيه خالص. يعني هي ماما وفي صديق اسمه حسام، هو كان بيدعمني جدا جدا في فتره انا كنت متوقفه فيها عن شغلي خالص. تمام، كل شكر ليهم وكل شكر ليكي، كنت معانا ومنورانا استاذه هدى، شكرا ليكي وشكرا لكل الديزاينات. نرجع لشيفنا ونختم معاه اخر فقراتنا. ايه الاخبار يا شيف؟ خلصنا الوصفه؟ خلاص احنا كده في اخر حاجه في الباستا. تمام، نحطها بقى في تمام في نقدمها عشان وقت البرنامج خلاص، نقدمها لاننا خلاص الوقت خلص. هنبدا بما ان الفراخ استوت وكل استوى خلاص بقى نحطها في نقدمها. شيف احنا كده عملنا ثلاث وصفات، عملنا الوصفه الاولى بتاعتنا كانت ايه؟ ممكن نقولها معانا اللي هي كانت الاولى. اول وصفه كان عندنا الصدور الدجاج. الصدور الدجاج مع الخضار السوتيه. مع الخضار السوتيه. وعملنا الثانيه كانت ايه؟ عباره تاني حاجه كان عندنا سلطه الدجاج برده، بصوص المستردة. بصوص المستردة، وده الطبق الأخير بتاعنا المكرونة، وده الطبق الأخير اللي هو الفريتو. الفريتو ممكن أين نقدمها بقى؟ بالمشروم وبالدجاج. بالمشروم والدجاج، هي كده معانا. حلو قوي، تسلم ايدك يا شيف وحيد، وبجد انا بشكرك وميرسي جدا على وجودك النهارده معانا في بيت عبد الشيف في البرنامج، وميرسي على الوصفات الحلوه الهيلثي اللي انت عملتها لنا النهارده. وعايزه اشكر حبيبتي اللي نورتني النهارده، احلى فاشن ديزاينر استاذه هدى الدالي، وجودها معانا النهارده المعلومات الحلوه اللي احنا عرفناها منها من البدايه للنهايه لكل حاجه. حبيبتي نورتيني، مبسوطه جدا، وان شاء الله كلنا نلقى قريب تاني مع بعض، وتنورينا دايما. كل الشكر ليكوا دايما في بيت عبد الشيف، كان معانا استاذ ابراهيم، وشكرا ليه. شكرا ليك يا شيف وحيد. شيف وحيد، تسلم ايدك يا شيفنا، تسلم ايدك والله. ادي الوصفه الاخيره بتاعتنا، المخرج يجيبها معانا. خلاص خلصنا، استنونا في حلقه جديده من برنامجكم بيت عبده وشيما كل خميس الساعه 5 مساء. مع السلامه.